يا اهلا بكم مره ثانيه مع احلى اكله. مساء الفل يا شيفات, ازي حضراتكم؟ اولا انا بتشرف بحضراتكم, نورتونا وشرفتونا. احب ارحب بالشيف ايهاب, ازي حضرتك؟ ازيك يا شيف, اخبارك ايه؟ الحمد لله, منور الدنيا. احب ارحب كمان بالشيف عبد الله, ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بك يا شيف, منور الدنيا. اخباركم ايه؟ الحمد لله. طبعا هي غريبه شويه الحلقه, صح؟ صح, ما لعبناهاش قبل, ما شفناهاش قبل كده دي, صح؟ لا ما جاتش قبل. انا من وجهه نظري يعني ليكم حق كشيفات, وبكلم برضو مع اي حد في المجال, احنا كلنا لازما نبص لبعض طبعا, والهدف واحد, نوصل معلومه حضرتك ومعلومه حضرتك ومعلومه معلومتي نوصلها لمين؟ ست البيت. ست البيت بكل بساطه وتوفير ولطافه, عشان انتوا شيفات كبار ما شاء الله عليكم. انا شايف حضرتك شيف خباز قد الدنيا وشيف حلواني قد الدنيا, فده مجال قوي جدا. هنتكلم بالتفاصيل على موضوع التخصصات, لان في ناس فاهمه ان شيف الحلواني يعمل كل حاجه, الخباز يعمل كل حاجه, هنتكلم بالتفاصيل. ولكن انا بس حابب اتكلم في عنوان الحلقه لحضراتكم, انك انتوا شيفات قويين جدا قدامي ما شاء الله, شغل عالي جدا, وحضراتكم ما شاء الله متعلمين, شايف سياحه وفنادق, فاحنا بنتكلم مع اهل مهنه, وهو ده المصدر الثقه لست البيت او لاي حد حابب يعرف طبق او حاجه من حد موثوق فيه في الشغلانه, او حد يكون بالبلد كده صنايع الشغلانه. فانا النهارده بتشرف بالشيف ايهاب والشيف عبد الله, اتمنى نعمل حاجات تكون لطيفه مختلفه شويه او بسيطه, يعني ست البيت تقدر تخش تعملها. طب ابدا بالشيف ايهاب سنا. طبعا انا عارف ان الشيف عبد الله اسمه قدامي الاول, ولكن ايهاب سنا اكبر. هتعمل ايه النهارده يا شيف؟ انا هعمل النهارده ان شاء الله سينابول, دي عجينه سينابول, عباره عن سينابول اللي هي العجينه وملفوفه حلزونه وجواها قرفه والسكر. والطبق الثاني, الطبق الثاني عيش بريوش, عيش بريوش, والطبق الثالث هيبقى فينو ان شاء الله. حلو. بص بقى, كل اللي انت قلته كله تمام. انا اكتر حاجه هماني من حضرتك النهارده العيش الفينو. انا عايز اقلل المقادير, انا هاجي اقف جنبكم ثانيه كده عشان بس ايه الحلقه, انا عايز احطها على تراك معين توصل للناس الحلوين دول بطريقه لطيفه. معايا شفنا ولا لا؟ احنا عايزين نعمل ايه؟ انت شيف شاطر, خباز شاطر, احنا عايزين نستفيد من حضرتك ست البيت واخواتنا البنات. مع احترامي طبعا لكل حاجه, انت عارف ان اولا الخبيث في البيت ده نعمه طبعاً. كبيره جدا وليها يعني ليها مزاج طبعا. انا عايز اخلي ست البيت النهارده تشوف المقادير دي, تقوم تعمل رغيف الفينو لعيالها النهارده. تمام, بكل بساطه انا هقول لك, انا اسف اللي هقوله والله العظيم, انا مش فارق لي السينابو ولا يعني انت فاهم, انا فارق لي لقمه العيش اللي استهلاكها يومي لست البيت, اللي انت اكيد طبعا عندك بيت وعندك اولاد ربنا يحميك او قرايبك, المدارس كل يوم وسندوتشات كان فطار او في عشاء, وبعدين الفرن ما قلتش معانا, الفرن البرد ما قلش معانا, ولا الفرن الافرنج اللي بيتباع فيه, بس لو عملناها في البيت هتفرق كتير طبعا, هتفرق كتير جدا. فانا النهارده عايز من حضرتك يعني, واحنا بنتكلم على الفيلو ده هنقف انا وانت والكاميرا كده نقراه ونشرحه واحده واحده. تمام. اوكي تمام. شيفنا العزيز حبيبي منورك, هنعمل ايه النهارده؟ النهارده جاي من ثلاث حاجات, وصفات مختلفين. اول حاجه كيكه الرواني. الايه؟ كيكه الرواني. تمام تمام. كيكه الرواني كب كيك وكب كيك. طيب بقى ام علي وام علي. حلو. كيكه الرواني والكب كيك دول مهمين جدا, وام علي طبعا مهمه جدا طبعا, ولكن احنا برضو لما نتكلم على الكب كيك هي اسهل طريقه لاي ست بيت تحط ده على ده, الامور تبقى بسيطه بمعيار لطيف جدا, تخش تعملها تبقى كب كيك في البيت, اسكان بقى بالكاكاو او الشوكولاته, اسكان بالفانيلا, يعني ايا كان التفصيله, بس يبقى ايه, دخلت البيت المطبخ خدت منها وصفه. ما هو مش معقول برضه ثلاث شيفات واقفين مش هنعرف نوصل المعلومه. فانا اثير المعلومات النهارده عشان نوصلها ست البيت وبكل بساطه.